تركاته وسرعته وارضيته الكروس عن طريق لابالدي مرفوعه داخل منطقه جزاء اوسبينا يخص تغيير اتجاه تماما للجهه اليسرى مخي كرارتي ونجحا بيروس كافيتيروس والتوري للدور القادم قلت بين السنغال كينتيرو الحكم يعطي الاشاره كينتيرو يسدد نتابع هذه الركنيه الاولى اللي فاتت المنتخب الكولومبي المنتخب يا السنغال ماني واحد اثنين بالدي يسر وسود التيرانجا بينما كرة وفرصة ضيق من الدور الأول هذه ركلة حرة السنغالية لكن المنتا تمشي كرة لساديو يرفع القائمة 16 وزيمة ضد الكاميرون في مونديال إيطاليا 90 أمام 90 لأن طموحاتهم كانت أكبر هذه كرة مرفوعة ديروس نرجع لساديو ماني يحاول المرور تحصيل لبالدي كرة الجهة اليمنى قاسما بيجل بيسار وصاد تلعب الركلة الحرة عن طريق من كينتيرو صاني على أوبة الاستعداد هو من سيسدد صاني تماما يا انجليز في الربع النهائي هو السنغال يواجه الآن السنغال البطولة وسط الكرة للجهة اليمنى محاولة المرور تماما هذه الطريقة برافو 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 أليو سيسي برافو من دايلة اليمنى فرصة سنغالية عن مشاري في منطقة جزاء لأنه في مساحات في الأمام ومع سرعة ماريو بالدي ممكن تعتزل أنا أعتبر هذه من أسوأ الجولات اللي تابعناها في هذا المونديال بينما من كرة ثابتة ممكن ذلك وصلت الكرة ناحية كوانتايا كوادرادو يدخل داخل منطقة الجزاء نتيج على حالها على اعتبار ان اليابان متعادلة حتى الان من اليمنى لمن هنا صار لمن يسار يبحث عن المسار وكرة المجال مورق هنا بينية جميلة يحاول في امن مخي كي يعليها الكروس ينتفضون الان الوصول معك يسار نص القائمة الثاني فالكاو بالراس فالكاو يضرب الكاو في الشارع والتسديدة لساديو ماني بعيدة تمام كافيتيروس مرفوع الكرة وفرصة نعم مراقبة لصيقة تلعب من كينتيرو جمهور كولومبيا جمهور الارجنتين وجمهور البرازيل من كرة وتيرانغا يقرا كل التحركات خاصة فالكا ليس هناك تسلل كوادرادو داخل المنطقة ماذا سيفعل يقوم بالمرور يفكر في تأمين هذه النتيجة يدخل مدافع والراس إلى جول كولومبيا تسجل اخيرا تفعل كولومبيا اخيرا تهتز الشباك على ايقاد في مينا هل من ردة فعل يا السنغالي الصافرة تاتي بالدي يلعب الركنية اختراق وصلت الى الجهة اليسرى مرفوعة بامكانه تغيرت الامور تماما السنغالية التي تضغط مراوغة ممتازة والعرضية كرة سنغالية ممكن البينية ساديو ماني فرصة تمشي امامها لمن هذه الكرة فرصة داخل منطقة الجزاء فرصة بهدف مقابل لا شيء تلعب الركلة ادريس ساكي داخل هكذا هي الارقام هكذا هي النتائج بينما انضم لهذه الهجمة والريتم يعلى من السنغالي الى الان راس لسيماتا وفرصة للتسديدة كرة مرفوعة